انا تخجلني خجلاني ما تخلينيش نرتاح، لان كنحلم ديما نحلم بشي حاجه غادي نديرها. بحال دابا هذيك واحد الكوافيغ تما درتها، تما جو لي غوفيت موا ميم، درتها ك سميتو الصوره ديالي، لان بالخطاس كنرسم. كيفاش ترى واحد النهار الله يرحم الوالد ديالي كان قال لي نجحت، نجحت في الباك و جي مون بروفي بروفي مون باك، جي مون باك و جا قال لي بغيت نقول لك واحد السؤال. قال لي نعم. قال لي شنو باغا ديري في حياتك؟ قال لي واحد لونسومبل و جيب بونطون ما كانش نلبسوه. قال لي شنو المهنة كتخدم؟ قلت ليه انا بسيدي بغيت ندير جينيكولوج باسكو جادور لي زونفون. اي قال لي حاجة أخرى، قلت ليه ندير فارماسي. قال لي لا، غديري واحد المهنة في يدك اللي حياتك كلها ميمكنلكش تطلبي شي واحد 10 درهم باش في الحمام. من بعد تعلمت، كنت نتعلم في لاكوافيغ، كنت كنمشي لواحد السيدة سميتها عيشة مرت الخلفي في لاوي داك خواغوش، كانت كتعرف دير هادشي ديال الشينيون، لأن بيني وبينك اللي ما كيعرفش يعرف اللي ما تيعرفش شنو هو ان شينيون مش حلق. نقولها ليا فوجور باز ان كوافيغ ما كيعرفش يدير ان شينيون ماشي حلاق. بالنسبه لي هذيك كدير شي كوافيغ عظيمين. واللي كان عجبني في با وفي امي الله يرحمها منتي، تيقن فيا كثير، تيقن فيا، لان اللي ما كيبغيش راسو راه ما تيبغيش الناس. خص الانسان يكون كيعرف خصو اي واحد كيبغي يكون احسن واحد، دونك حب بغيني وغادي يمكن تهلا فيه كيبغي يوقف معاك كاين شي مسائل بحال. لان انا صراحه كنت فيا واحد ديفو، كنوقف مع الناس الا كانت شي حاجه، ما نقدر كنقدر عندي كومسا. بديت كنتعلم شديت ديبلوم نهار لو 17 نوفمبر 1967 بالضبط. جا راجلي جاب مو وجا خطبني من عند با الله يرحمه. المهم منين سميتو واحد النهار شت عندو الفلوس، كان كيجي كان ديك الساعه يلاه بدا كيخدم مع الحسن الثاني كيضرب له لونغ. الحسن الثاني كان شهر 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 من بعد قال لي انا صافي انا ندير لك العرس، قلت لي انا غدا العرس ولا غدا من اليوم صافي دار لي الحمد لله العرس. راه التصاور ديال العرس اللي كاين تما الله يرحمه. ولا كنت كنمشط بلا ليتر اليز افيك لو بونو داني بي دو كان يحل لي اغنيه تيقول لي اي واز اوسي شعرك انا معجبه جدا جدا بلاش الصبغه كان لي دار لي اغنيه على الشعر بلاش فهمتيني. مثلا الدوده عريانه ولكن اش كدير لا صوا شي البساطه كي دايره شي طاعد الله كي دايره يسلم. خصوش ما يخممش في السوق في حياته شي انسان راسو كلنا لان كترجع فيك هذا اكيد. فنانين الرقاب كان مخرج قنقرة فلوسيا وحميد بشريف وما عندهمش فلوس ما كاينش ديكور ما عندهمش فين ما كاينش استوديو ما كاينش ديك الساعه استوديو في الشق تيديروا الديكور في كيبدوا الديكور في ديورهم تيسجلوا سميتو اللي تي تري فور داك حميد بن شريف. واحد النهار حميد بن شريف عندنا قال لي واحد القضيه هذا الله يرحمه مسكين ويوسع عليه طلبني نمشي معاه الافران بغا ياخذ واحد الكوشي دو سولي على واحد الجبل مع غادي يدير واحد لا بيبيزيت ديال شي ديال شيما ولا داك الشيء الله يرزق. قال لي غادي تمشي مشيت معاه عيط عليك لي جات سميتو شي وحده دات لي واحد لا غومارك ماشي لا كان غيدير شي ماشي شي هي هذيك قلت له حميد بابا ربي ما نمشي معاهم قعد على الصغير يعني من اش دار الله يرحمه. مشى قلت لي اوتيل مرحبا ديك الساعه كان وصلهم هما فهمتيني
وصيفط ليا الكبش جابني الله يرحمه مسكين. وبقات من بعد في اول في سميتو اول في اول بعد اول وحده كنتي سميها في هي سي مرحوم. اجمل اعظم انا هذيك السيده الحمي كيشوك عليا يمكن هضر عليها لان فات اي تخو بون. اول المكياج كنت كدير ديك البرنامج ديال ماشي بالواضح درت معاه بالواضح لا درت معاه واحد برنامج فني كان واحد السيد الله يرحمه سي محمد العروسي كان واحد البرنامج فني دونك درت لها تشوف فيها لا بروميير كوافور ديالها اللي صعبت لها لا بروميير كوافور. من بعد بحال كان السكتور الركاب بعد هم ما عندهمش شحال ما عندهم حتى داكشي اللي كندير داكشي اللي كندير لا كوافور صالون كاين ما كانش كاين كان داكشي اللي كاين كنخدم بيوتي. عمر شريف بقيت 7 شهور في لندن على واحد الفيلم ديال حياته سميتو توك اوف ذا تاون. هو اول واحد وخسر مني قدرني الان تما تيقول لي الان دو لوند المغرب و عبد اللطيف هلال ها هو مصور صديق قبالتي هذاك سي ان اكتور تعيشي معاهم تعيشي معاهم شي زعما يعني شوفي لا بروف ماشي انت تكون كان واحد في القاهره كتب علي انا ميت السحريه تجيو من النعاس الخلفي تا والله يعمر هضرتك ديك سنتي ولا عافاك دير شي ديال النعاس ديك الماكياج ماشي كاين بزاف قبل في الاول كنت كنقول لهم ديك الماكياج انا ماشي امراه ماشي الماكياج ضروري للفنان علاش؟ لان كان بدا واحد الدواء خلط بهم اللي ماشي اللي كتبعد بحال هذوك اللي كيديروا خاص بالفنانه ماشي سي ان تخوك خاص بهم ماشي فهمتيني خاص لان هاد الاشعه كضر فهمتيني وكيمكن لك تصغري الانسان كيمكن لك تكبريه بالمكياج النيت هذيك عشان ولد كازي هذيك ماشي شوكه تفكرهم راه زعما رجاء بالملاح متقفه والناس والعائله والله كنمشي نترحم عليها مرارا نجلس حدا با الله يرحمه في الدرس اللي عندها الناس مرحور الاولى كنت شعرات طول ما كنت نقطع الناس مرحور عمر شريف حياني انيس حجام اللي كنسلم عليه بزاف عاد بزاف 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 عمر سليم حياة الادريسي نعيم نعيمه انا نوريك الشيء ديال هذا عظيمة كتيق أنا اللي كيعجبني فيهم ماشي تعطيوني راسهم ماشي كتقول لك صعوبة ديري هكا كتخليك عارفين لأن أنا ما كنمشطش ونمكيي الوجه لا أنا كنمكيي سميتو حسب الشخصية ديال الإنسان كاين اللي كيكونوا سبورتيف باسكو كيدير لهم سبورتيف خصهم دي كوب كورت ولكن دابا لا بوند سي لي شوفو لون انا حاجه اللي ندمت عليها اللي قطعت شعري ولكن حلت بقيت نقطع شهاب فاطمه والشاي انيس حجام سميره سعيد منى اسعد حيات الادريسي حيدر حاج حيدر سعيد النصيري سعيد النصيري كيعجبني كيعجبني بزاف كاع كيعجبني بزاف عمر سليم وعدات وعدات وانسان راجل لا انا نقول لك واحد الحاجه انا بغيت حتى انا كنت عيانه بزاف لان كنت شويه عيانه وعييت لان كبرت لما توفات لي الوالده ديالي وما بقيتش ثاني نقول لك صراحه شوف تقاش تقطع عليه نادري لا لي ماش لا ماش مي كاين فهمش عندي بحال دابا الناس علاش كيديروا لي ماش علاش زمان حسن زمان هو لو فيتور زمان هو لو فيتور ما كاينش بعدا كيتدرس تيتدرس خصك او موان دو زون دو ماكياج دو زون كتدرس في الانجليزي كاين امين اذا ما درتي امين دابا ما تقدريش تمارسي الماكياج لان خصك اول حاجه بعد قبل ما نجي الفنان تعيشي مع ملاحم وكيفاش كيفاش كنت تسوغي في كتجي على الحفره ديال الزين باش تقدري تزيديها
الطموح ديالي، الطموح ديالي حلم ديالي واحد، وهو كحلم بها بغا ندير واحد المدرسه مجانا للسوق بالمستوى هنا في المحمديه. هذا هو الحلم ديالي، لان لا الى اقل بلا في هذه الساعه هذه انا وهذا الشيء يبقى ليا بوحدي، خصني نخلي شي واحد يدوني غير لا فورماسيون بروفيسيونيل نعلم فابور مجانا. لو سينيور سي بلوس كون بلوس اون داج بلوس اون ديكسبيريونس، لان انا كنطالع كنقرا ما يمكنلك شيء ما تدرجش تعلم واحد واحد وزيازن علاش مزيان ما تيهضروش فيك بعدا تيهضروش فيك مزيان وتيتعلموا وتيتعطوا وعظيمين. وفايتك كنت كنعلمهم في كازا في كازا في زياد فاطمه لوكيلي، فاطمه لوكيلي كنت كندير ليها الماكياج وهذا في الطوموبيل تكون طالعين تكون كانوا مجربين ولا في الطوموبيل في 87 بالضبط في 77 مشيت لباريس ربحت ميدالية ديال فضية ولكن في الرجال ما رضيتش بصراحة. بقيت 10 سنين من بعد نفكر خصني انا نديها باش ما بغاو. مشيت بالقفطان بفاطمة كلشي على حسابي. شاركت بقيت عاوتاني تنشارك 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 عاوتاني بقيت 97 هي فاش في ايطاليا في كاتانيا في جزيرة داروا مهرجان في جزيرة جزيرة شنو جزيرة جزيرة ربحت زديت لهم كلشي لان هي اللي خصني نعاودها لك. ما كنت نقلب على شي وحده اللي غادي كيفاش نصاوب لها شعر عيط نقلب كل شيء. مشيت لواحد البلاصه ولا سميتو قلت لي واحد لابيل فلسطينيه قلت لها نهضر معها قلت لها فاك بغيت نصوب لك بغيت نهضر معك نشوف شعرك كذلك عندي واحد الكونكور. قلت لي المهم يلاه اوكي مين مشيت معها الحمام صارت تل سميتو قلت لها نطلبك ليه قلت لها شوفي نعطيك ندي لك بغيت ندير فيك واحد هذا. قلت لي شوف يا فاطمة قلت شوف لو كنت تعيد تشيلي وهذا خذ نمشي معك. يلاه هي خصك تكون عندك خصك تقطعي في الظلام لان تيقولوا ما كايناش اي سي فغي قطعت في الظلام ديال درتها في الغويال منصور الظلام كان تحس الشهر شقاريه تيمشي معايا. عيطت على لي زانجينيور ديال المغرب كلهم كانوا يتخرجوا لي زانجينيور احسن كانوا في دي تخرج دو ميتي وصفت لي انايا ومشيت. قال لي غنسالك سؤال واش انت حلاقه ولا حجامه؟ كنتي تدير الحجامه واش حلاقه؟ لان الحجام كيداوي حتى بسيكولوج كيداوي تاخذ علاش علاش لان بحال دابا انا في الاول كاع في الاول ملي كنت نقرا في المدرسه الاستاذ الفرنسي كانت تجيبي لي الجورنال كتقول لي قراي باغي ماتش ولا شي حاجه باش كنعرف كلشي اش كاين. ما خصكش تعرفي شنو هي اخر موضه خصك تشوفي اش كاين خصك تقلبي صيف قد هي فاش قعدت هي في الشاطئين قصدي سبحان الله العظيم من يستحيل الله يرحمه وخليه الله يرحم سيدنا كان كتشوفي الحمق كيبول شي داك واحد الشخصيه بريزه وحنين لان عندهم واحد حكايه يعترفوا بالانسان سمحي لي مش عنده وزير صاوبتي لي الماكياج دير سكراب قلت له ندير اكسبوزيسيون فوتو قال لي انت ماشي فنانه وتنعس مجرى كاع الدارتي سيزون مالاد